بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي محمد السيد، أستاذ مساعد بالأمراض الداخلية في جامعة ماساتشوستس في مدينة وستر. أهلا وسهلا فيكم اليوم، وشكرا جزيلا لحضوركم. ونحن هلأ رح نبدأ باليوم الثاني من محاضرات Residency Readiness Webinar. اليوم الأول كان مبارح، وبتمنى أنه تكونوا حضرتوا المحاضرات مبارح. اليوم رح يكون في عنا ثلاث محاضرات. أول محاضرة هي عن طريقة تخريج المرضى Discharge Planning، ورح نحكي فيها بشكل رئيسي بالقسم الأول عن معلومات أساسية بتفيد في تقييم المرضى وكيفية تخريج المرضى. والقسم الثاني رح يكون عبارة عن مسائل سريرية نحن بنتفاعل مع بعض وبنناقشها، وبنحاول نوصل لأفضل طريقة لنخرج المرضى وللمكان المناسب لإنهم. إذا في عندكم أي أسئلة خلال المحاضرة ممكن تكتبوها على قسم الأسئلة، وممكن نحن بآخر المحاضرة تبعي راح يكون في قسم مخصص للأسئلة بناقش فيها وبجاوب على الأسئلة. خلال القسم التفاعلي ممكن أطلب منكم أنه يعني متطوعين، أو أنه مثلا أنا بختار أشخاص ممكن نعطيهم الميكروفون بيصيروا بيحكوا وبيقروا القصة وبنتفاعل مع بعض إن شاء الله. فأحضروا حالكم، راح يكون الموضوع تطوعي، ولكن إذا ما حدا تطوع بده يكون إجباري، فحضروا حالكم. خلينا نبدأ بالمحاضرة. طيب Discharge Planning، أول شيء بدنا نعرف إنه شو هو Discharge Planning. Discharge Planning هو عبارة عن مقاربة من عدة فرق بالمشفى. هدول الفرق هي فريق الطبي بشكل رئيسي، مع فريق الكيس مانجرز، مع فريق السوشيال وركرز، مع فرق التقييم المريض من الناحية الحركية ومن الناحية التغذوية. طبعا عملية تخريج المريض هي عملية بتتضمن تحديد وتقييم المرضى وتحديد المشاكل اللي عم بيعانوا منها، ومحاولة فهم مشكلة المريض الرئيسية. وبنفس الوقت بنحاول انه ننسق بين مشاكل المريض وبين كيف انه المريض راح يقدر يتجاوز هاي المشاكل لما بيروح على البيت او بيروح للمرحلة الثانية بعد تخريجه. وبنفس الوقت نحن بنحاول انه نقدم للمريض افضل رعاية طبية ورعاية صحية، بحيث انه اذا انتقل من المشفى الى خارج المشفى بيكون الانتقال بشكل سهل وبسيط، وبيكون بشكل فعال ومفيد. هلا الهدف الرئيسي من Discharge Planning انه يكون في عندنا خطة آمنة وخطة فعالة مشان ندعم هذا المريض لما بيخرج لخارج المشفى. فلما بيطلع المريض لخارج المشفى لازم يكون في عنده خطة مشان يعرف انه كيف راح يصير عنده تحسن وشفاء. يعني اغلب المرضى لما بيطلعوا من المشفى بيكونوا لسه شوي ممكن تعبانين، ما بيكونوا انه قادرين على العودة الى الحياة الطبيعية مباشرة. في ناس مثلا بيتخرجوا من المشفى وفي عندهم لسه مشاكل بدها معالجة خارج المشفى. فالمشفى بشكل رئيسي يعالج الأمور الحادة acute settings، يعني إذا المريض عنده acute problem نحن بنعالج له acute problem. ولكن إذا تطور عنده مشاكل مزمنة، يعني مثلا مشكلة بالمشي أو مشكلة بالنطق أو مثلا مشكلة لنفرض احتاج إلى درين، يعني احتاج إلى أنبوب في المعدة مثلا، أو إذا احتاج لرعاية للجروح، فهي كلها عبارة عن رعاية راح تكون خارج المشفى لأنه هي رعاية مزمنة. فنحن بنحاول الهدف من تخريج المريض بطريقة
فعالة وآمنة، إنه بحيث إنه إذا انتقل المريض لخارج المشفى بيكون عنده خطة جاهزة واضحة، وبيكون فريق عمل بيقدر يشتغل معه بعد ما يتخرج من المشفى. وبنفس الوقت نحن بهالشكل هذا إذا قدمنا للمريض خطة تخريج جيدة، بنخفف من عدد الأيام اللي رح يضل هو فيها في المشفى، وبالتالي نخفف من الإمراضية اللي ممكن تصير عنده من إنتانات وغيره، وبنفس الوقت كمان بنخفف من نسبة القبول مرة ثانية أو إعادة القبوله للمشفى خلال فترة زمنية قصيرة. يعني مثلا إذا المريض خرجنا لمكان غير مناسب، يعني لنفرض المريض بيحتاج لأكسجين ويحتاج لفيزيكال ثيرابي، بس نحن خرجناه مثلا لنفرض إلى البيت وهو ما بيقدر يهتم بحاله بالبيت وما في حدا بيساعده بالبيت، وبالتالي المريض رح يرجع يتصل بالإسعاف ويرجع على المشفى، وبالتالي نحن زودنا إعادة القبول للمشفى، وهذا ما هو شيء صحيح وأيضا ما هو آمن للمريض. فإحنا لازم نختار له المكان المناسب مشان نخرجه. فالموضوع تخريج المريض هو موضوع مهم جدا، لأنه مثل ما المريض لما بيجي على المشفى بيكون في عنده acute problem، كمان لما نحن بنحاول نخرج المريض راح تكون acute problem على الأغلب هي انشفت وخلصت، ولكن نحن لازم نحاول نرجع المريض إلى حالته اللي كان عليها من قبل. وبالتالي صح إدخال المريض وقبول المريض موضوع مهم، ولكن تخريج المريض أنا بعتبره هو موضوع أهم، لأنه راح يكون فيه انتقال للمريض من المشفى إلى خارج المشفى بحيث أنه راح يتابع شفائه. فهي العملية ما هو عملية سهلة، لأنه إذا صار فيها أي أخطاء مثلا من ناحية الأدوية اللي راح يأخذها المريض، أو من ناحية الفولو أب أبوينتمنت، أو من ناحية المكان اللي راح يروح عليه، فراح تكون النتائج سيئة. فنحن لازم ننتبه على موضوع تخريج المرضى. أول خطوة من خطوات تخريج المريض، يعني نحن في عندنا مثلا مريض بالمشفى، أول شيء لما بدي أفكر فيه إذا بدي أخرج المريض، أول شيء لازم أعمل تقييم للمريض. وتقييم المريض صح في عنا تقييم طبي، ولكن في عنا تقييم اجتماعي، تقييم صحي عام لازم نعمله لكل المرضى، اللي هو أول شغلة لازم نشوفها إنه هل المريض مستقر سريرياً hemodynamically stable، يعني هل المريض لنفرض صار له بالمشفى 3-4 أيام وعنده سرعة القلب عنده طبيعية الهارت ريت مثلاً 70-80، باليوم اللي بدك تخرج فيه المريض وإلا سرعة القلب عنده صارت 110-120، بتقول والله لا ما بهم خليني خرج المريض لأنه خلصت المشكلة تبعه، لا، هذا المريض ما له hemodynamically stable، في صار عنده مشكلة جديدة، لازم you have to investigate the problem and you need to find out why the patient is having this new problem. So you cannot discharge a patient who has a new tachycardia or مثلا some patient who has a new fever. أو مثلاً المريض صار له 4-5 أيام الأكسجة تبعه طبيعية، باليوم اللي بدك تخرجه فيه صارت الأكسجة عنده مثلاً سيئة، and now he's requiring a nasal cannula or maybe a venti mask. فكل هدول المواضيع لازم نعرف أنه المريض لازم يكون أول شيء hemodynamically stable. الشغلة الثانية موضوع الأدوية اللي المريض عليها، لازم نتأكد أنه المريض تكون أدويته كلياتها أدوية فموية، وإذا احتاج لأدوية وريدية فمعناها المريض على الأغلب لازم يضل بالمشفى. في بعض الحالات إنه إذا احتاج المريض لأدوية وريدية طويلة الأمد، يعني مثلاً الانتبايوتكس مثلاً، فهذا المريض معناها ممكن إنه نحن نخرجه لخارج المشفى مع خطة تخريج واضحة. ولكن فرضاً المريض عم ياخد، لنفرض المريض مثلاً عم ياخد بانتوبرازول اللي هو PPI وريدي، فنحن عم نعطيه هذا وريدي وما حولنا له يا لفموي، فهذا شلون بدنا نخرجه للمريض؟ لازم نحوله لفموي. نفس الشيء مثلا مع أدوية، لنفرض المريض على لنفرض المريض على أدوية خفض الضغط مثلا ديلتايزم، حاطينه على ديلتايزم وريدي وبدنا نخرج المريض، طبعا ما بيمشي الحال، لازم تحول المريض من وريدي إلى فموي. نفس الشيء بالنسبة للليزكس، بدك تحول المريض من وريدي إلى فموي قبل ما تخرج المريض مشان تعرف أنه كيف راح تكون استجابته للأدوية الفموية.
كمان بدك تنتبهوا على موضوع السبيشالستس او الكونسلتنتس. لما بيكون في عندكم مريض خصوصا بداخليه مثلا او حتى الجراحه او الاطفال بشكل عام، اللي بيصير انه ممكن يكون في عندكم اكثر من كونسلتنت على الكيس، فممكن يكون عندكم طبيب قلبيه، طبيب هضميه، فانتوا لازم تاخذوا كليرنس منهم انه معلش نحن بنخرج المريض، في شيء ثاني بدكم تعملوه او في شيء ثاني لازم نعمله نحن قبل ما نخرج المريض، في عندكم اي توصيات جديده ريكومنديشنز قبل ما يطلع المريض على البيت او قبل ما نخرج المريض. هي كمان لازم يكون في كوميونيكيشن واضح، ولازم يكونوا الاذر سبيشالست كمان انه مرتاحين من انه المريض معلش يطلع. امبوليشن كتير مهم انه انتو تقيموا المريض من ناحية انه بيقدر يتحرك ولا ما بيقدر يتحرك. يعني انتو مثلا بتجوا عم بتشوفوا المريض الصبح، المريض نايم بالتخت، بتجوا بعد ساعتين ثلاثة بيكون نايم بالتخت، فكل ما عم بتشوفوا المريض بيكون المريض ما يعني قاعد بالتخت طول النهار، فهذا المريض اذا بدك تخرجه على البيت وهو نايم بالتخت طول النهار، مانو متحرك، مانو عم يقدر يروح مثلا على الحمام او ما بيقدر يمشي له خطوتين ثلاثه، هذا كيف بدك تخرجه على البيت وهو ما بيقدر يمشي؟ فبدك دائما تسال المريض انه عم تقدر تمشي، عم تقدر تروح على الحمام، عم تقدر تعمل الديلي اكتيفيتيز تبعك ولا لا. نفس الشيء بالنسبه لموضوع الاكل، مين عم بيطعميك؟ انت عم تاكل، يعني نقطه كثير مهمه دونت اسوم، يعني لا تفترض انه والله المريض انه ايه هذا المريض شاب اكيد هو بيقدر والله يعمل هيك، اكيد هو بيعمل، لا تفترض، don't assume. دائما اسال المريض وقل له انت عم تاكل منيح، عم تطعمي حالك ولا حدا عم بيطعميك، عم تقدر تروح على الحمام، عم تقدر مثلا تمشي لك خطوتين مثلا ولا لا، في عندك مشاكل بمشيك، يعني ممكن يكون في عنده المريض dizziness، ممكن يكون المريض unsteady gait. فإذا المريض عنده هالمشاكل هاي you have to evaluate them، وممكن تطلب له physical therapy، ممكن تطلب له occupational therapy لحتى يعملوا له evaluation، أو ممكن تطلب له dietitian أو nutritionist لحتى يعملوا تقييم للمريض قبل ما تفكر إنه والله هذا المريض بده تخريج. فهدول الأمور لازم نسأل عنها، ولازم نتأكد إنه المريض بيقدر يمشي ويتحرك ويأكل قبل ما نطلع المريض على البيت أو إنه نخرجه لمكان تاني. ولازم يكون في عندنا خطة بالنسبة للنيوتريشن، يعني مثلا إذا المريض عم يقدر يأكل لحاله بطريق فموي فممتاز، بس إذا ما عم يقدر يأكل بطريق فموي فممكن أنت تضطر تطلب له إنجي تيوب أو ممكن تطلب له بيج تيوب، هدول الأنابيب اللي ممكن تطلب له إياها، فبدك تقيم النيوتريشن ستاتس لإله. كمان موضوع السوشيال سبورت كتير مهم، إنك بدك تسأل المريض انه والله انت مين عايش معك بالبيت، عايش معك مرتك، اهلك، يعني اولاده للمريض، مين اللي عايش مع المريض بالبيت؟ هي كتير نقطة مهمة، وراح تتفاجئوا، يعني في بعضكم يمكن راح يتفاجئ، يمكن بعضكم بيعرف، بس في بعضكم ممكن يتفاجئ انه في مرضى مثلا عمره 70 و80 سنة وعايشين لحالهم بالبيت ما عندهم حدا. طيب انت منطقيا بدكم تعرفوا انه هل المريض اللي عمره مثلا 80 سنة رح يقدر يرجع على البيت ويخدم حاله؟ مين رح يطبخ له؟ مين رح يطعميه؟ مين رح ياخده على الحمام مثلا إذا بلزمه؟ هدول الأمور لازم تسألوا عنها لأنه ضرورية، ما بتقدروا والله بس بتقولوا خلاص روح على البيت وأنا I don't care، ما بيمشي الحال، بدكم تهتموا بهالأمور. لأنه غير بلادنا مثلا بسوريا لا، في عنده عيلته ما شاء الله 20 واحد عيلته، يعني إذا ما راح عند بيت أهله بيروح عند بيت عمه، عند بيت خاله، عند بيت جده، يعني بيروح المريض على شيء حدا بيت حدا من العيلة. بس بأمريكا ما في هذا الشيء، فبدكم تنتبهوا على هذا الموضوع، تسألوا دائما Who lives with you at home؟ Who lives with you at home؟ هي دائما موضوع social support مهم جدا. فهي الخطوة الأولى، إنكم لازم تقيموا المريض بشكل رئيسي وتقيموا هاي الخطوات الرئيسية. بعد ما بتقيموا المريض بتفكروا بموضوع اسمه medication reconciliation، اللي هو عبارة عن إيش؟ medication reconciliation أو اختصارا يسمى medrec. هي تعتبر من أهم الخطوات اللي لازم تعملوها عند قبول المريض وعند تخريج المريض. فالمريض أول ما بيجي على المشفى بيكون في عنده أدويته اللي جايبة من البيت، لنفرض عنده قائمة بعشر أدوية مثلا، فأنت بدك تشوف هاي الأدوية وتعمل لها reconciliation، يعني يا أما هدول الأدوية يا أما الدواء
بتقول انه اوكي ممكن نعمل له كونتينيو بنكمل له على هذا الدواء نفسه، او بتعمل له ديسكونتينيو بتقول لا هذا الدواء لازم نوقفه، او بتقول انه هذا الدواء لازم يتغير. يعني لنفرض مثلا المريض عنده acute kidney injury وعنده مثلا عم ياخذ لسينوبريل مثلا 40 ملغرام، فانت بتقول لا هذا المريض عنده acute kidney injury بدي اوقف له لسينوبريل، فهذا بدك توقفه. الدواء الثاني مثلا هو على اسبرين 81 ملغرام، فبتقول لا بدي اكمل له هذا عليه لانه المريض بيحتاجه. فموضوع الميديكيشن ريكونسيليشن كتير مهم وكتير دقيق، انه الواحد يحط المريض على الادوية الصحيحة مشان ما يحط المريض على ادوية غلط. فنفس الشيء رح يصير لما بدك تخرج المريض، يعني تخريج المريض بتكون تراجعوا ادوية المريض اللي كان عليها في البيت والادوية الجديدة، وشو هي الادوية اللي رح تضيفوها وشو هي الادوية اللي رح توقفوها. فهي كلها لازم تراجعوها بشكل رئيسي مع الاتندينج تبعكم او مع السينيور ريزيدنت، بحيث انه ما تخربطوا، خصوصا بالبدايه، لانه ممكن انتم تخرجوا المريض على دواء والمريض مثلا ما بيصير يكون على هذا الدواء. يعني لنفرض مثلا المريض عنده acute kidney injury وعم تتحسن مثلا acute kidney injury عنده، ولكن لازم توقف انت الليزكس على الاقل لمده اسبوع. فانت مثلا خربطت وكملت على الليزكس وقلت له للمريض كمل على الليزكس عند تخريج المريض، فهذا راح يرجع المريض بمشكله ثانيه اللي هي acute kidney injury مره ثانيه، لانه انت خرجت المريض على الليزكس وهو لازم يوقف مثلا اسبوع. او مثلا ممكن المريض عنده مثلا intracranial bleeding. intracranial bleeding هذا المريض ما لازم ياخذ اي intercoagulation لمده اسبوعين او ثلاثه على الاقل. بتروح انت والله عند التخريج بتحط المريض على بلافكس او بتحط المريض على وارفارين وبتقول له يلا روح. هذا اذا راح خلاص راح فيها، هذا ما عاد يرجع على المشفى، هذا بيروح على القبر مباشره. فموضوع الميديكيشن ريكونسيليشن كثير مهم انكم تهتموا فيه، وخصوصا بالبدايه اذا ما بتعرفوا اسالوا الريزيدنت او اسالوا الاتندينج انه بكمل على هذا الدواء ولا ما بكمل، في مشكله ولا لا. بنفس الوقت بعد ما تخلصوا الميديكيشن ريكونسيليشن ويصير عندكم قائمة بهاي الأدوية، بتروحوا للمريض وبتروحوا لعائلته وبتراجعوا هاي القائمة مع المريض، بتقولوا له هاي الأدوية رح نبلش لك عليها جديد، هدول الأدوية بتكملهم مثل ما كنت مكمل عليهم من قبل، هدول الأدوية لازم ما تاخدهم، ولازم تقول له مثلا ما تاخدهم خلاص أبدا، ولا مثلا ما تاخدهم لمدة أسبوع. فلازم تشرح كل هالأمور للمريض، ولازم تشرح له كمان السايد افكتس للادويه الجديده، خصوصا اذا دواء جديد عم تبلش عليه لازم تقول له السايد افكت. يعني مثلا الاملودبين ترى ممكن يصير عندك مثلا توذم بالقدمين مثلا بسبب الاملودبين، ممكن يصير مثلا معك نوزيا، ممكن يصير معك هيديك. فبتكون تشرحوا هدول السايد افكتس الكومن، يعني مو كلياتهم بس الكومن سايد افكت. كمان الجرعه وكلش قد لازم الواحد ياخذ هاي. فبتاخذ انت قائمه للادويه وبتروح لعند المريض وعائلته وبتشرح لهم هالموضوع. بعدين بتسألهم انه الادوية الجديدة، طبعا بدك تعطي prescription للمريض للادوية الجديدة، بس الادوية القديمة اسأله دائما بيحتاج انت لريفيل، لانه اذا بيحتاج لريفيل وانت عم تطلع المريض بتقله ايه كمل على هذا الدواء وهو بيلزمه ريفيل، فممكن بيضل اسبوع اسبوعين ما بياخد هذا الدواء لانه ما عنده هو ريفيلز. فدائما اسأل عن الريفيلز، بتعطي new prescriptions ولكن كمان بتعطي refills إذا بيحتاج المريض. النقطة الثانية هي موضوع الفولو اب. فأنت لما بدك تخرج المريض بدك تحاول أنه تحدد للمريض موضوع الفولو اب appointment. المرضى بيحتاجوا بشكل عام إلى مراجعة مع PCP على الأغلب بتكون خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع، في حالات خاصة اللي بتحتاج انه لازم يكون في مراجعة مع طبيب القلبية او طبيب الهضمية او طبيب الكبد خلال اسبوع واحد فقط. فهدول مهمين لازم نعرفهم، انه مرضى CHF لازم حصرا يشوفهم طبيب او ممرضة او اي حد يشوفهم من الطاقم الطبي خلال اسبوع. مشان ايه؟ مشان يعملوا medication reconciliation مرة تانية، ومشان يراجعوا ادوية المريض معه خلال أسبوع حصرا، ما بيصير خلال أسبوعين أو ثلاثة. للـ CHF لازم حصرا خلال أسبوع.
أمراض أخرى تانية، حسب مثلا أمراض الكبد، أمراض الكلية، فحسب الحالة ممكن المريض يحتاج لابس ممكن تطلبوها بعد أسبوع أو أسبوعين. فدائما اطلبوا له اللابس واطلبوا له الإيميجينج ستاديز إذا بيلزم متابعة ومراجعة. وهي المعلومات هي كلياتها لازم تروح للدكاترة الأطباء الخاصين بهذا المريض. يعني هذا المريض ممكن يكون عنده طبيب قلبية خاص فيه، فبتبعتوا هالمعلومات لطبيب القلبية، وخصوصا الديسشارج سمري بتبعتوه للطبيب البرايمري كير وبتبعتوه للسبيشالست كلياتهم اللي راح يشوفوا هذا المريض. بهالطريقة انتو تضمنوا انه المريض لما بينتقل من المشفى الى خارج المشفى، المعلومات اللي انتو وصيتوا فيها ما راح تضيع، لانه اذا بتحطوا هاي المعلومات كلها على عاتق المريض، المريض راح ينسى والعيلة ما راح ينتبهوا، ممكن ما راح كتير يركزوا بالمعلومات. فانتو لازم تعملوا لهم الفولو اب ابوينتمنت، ولازم يكون الديسشارج سمري فيه كل المعلومات اللي تفيد المريض وتفيد العيلة. لما بيروحوا على الطبيب، الطبيب بيقرأ الديسشارج سمري، فبيصير بيعرف انه ايه والله نحن لازم نعمل مثلا سي تي سكان خلال اسبوع او اسبوعين، لازم نعمل مثلا تشيك اون سي بي سي ام بي ام بي مثلا within 2 weeks، لازم مثلا نفحص الكرياتينين خلال اسبوع واحد من التخريج، او مثلا مريضه بيحتاج لفولو اب للانتكوجوليشن كلينيك اللي هي مشان الاي ان ار اذا كان حطيناه على وارفارين. فكل هالامور لازم you have to communicate very well with the patient, the family and primary care physician and consultants who are seeing the patient outside the hospital. فالكوميونيكيشن كتير مهم، حتى إذا بتحتاج إنك ترفع السماعة وبتحكي مع البرايمري كير فيزيشن بتقول له إنه نحن هذا المريض دخل لعنا، هو مريضك ونحن بلشنا له على الأدوية الجديدة كذا كذا كذا، ونحن التشخيص كان هو كذا كذا، ونحن حابين إنه يعمل مثلا repeat chest x-ray مثلا within 4 weeks إذا المريض مثلا عنده نيومونيا. فكتير راح ينبسط البرايمري كير فيزيشن انه والله واحد دكتور عم يتصل فيه وبيقول له والله هيك هيك خطة العمل راح تكون، كتير سهلت عليه، وكتير بينبسطوا منك اذا عملت هذه الحركة. طبعا ما بتقدر انت تعملها مع كل المرضى، ولكن مع المرضى الصعبين والمعقدين ممكن ترفع السماعة وبتحكي مع البرايمري كير فيزيشن، وبنفس الوقت الاتندنج تبعك كتير راح ينبسط منك لانه انت الترانزيشن اوف كير عم يكون واضح ودقيق. بعد ما اتفقنا انه هذا المريض نحن قيمنا المريض وعملنا له الميديكيشن ريكونسيليشن وعم نحاول نجهز له الفولو اب ابوينتمنت، لازم كمان نتواصل مع التيم تبعنا. التيم تبعنا اللي هو الاوكيوبيشنال ثيرابي، الفيزيكال ثيرابي، نيوتريشنست، هدول كلياتهم لازم نتواصل معهم وناخذ منهم ريكومنديشنز انه شو رايكم يا الفيزيكال ثيرابي، انتوا والله برايكم انه المريض بيقدر يروح مثلا والله على البيت ولا لازم حصرا يروح على ريهاب، لانه اذا المريض عنده مثلا مشكله بالمشي وما بيقدر يروح على البيت فلازم يروح على ريهاب لحتى يتحسن وبعدين ممكن يروح على البيت. نفس الشيء النيوتريشنست، انه والله عم تتوقعوا انه اكله منيح او كذا، طبعا هذا ما بينطبع على كل المرضى، ولكن المرضى اللي بيحتاجوا فيزيكال ثيرابي وبيحتاجوا نيوتريشنست لازم تتواصلوا مع التيمز. هلا في عندكم كمان شيء اسمه كيس مانجر وسوشيال وركر، كتير مهم انه نعرف شو الفرق بين الكيس مانجر والسوشيال وركر وشو هدول الشغلات. الكيس مانجر والسوشيال وركر عملهم كتير قريب من بعض، فكتير احيانا الواحد بيخربط انه شو الفرق بيناتهم. هلا اول شغله لازم تعرفوها اول ما توصلوا على المشفى، بدكم تسالوا هالسؤال للريزيدنت تبعكم انه نحن بالمشفى عندنا كيس مانجرز ولا عندنا سوشيال وركرز ولا عندنا الاثنين. هلا ما بيصير في مشفى ما عندهم ولا شيء من هدول، لا ما بيصير، يا عندهم كيس مانجر يا عندهم سوشيال وركر يا عندهم الاثنين. فالكيس مانجر هي عباره عن ممرضه بشكل رئيسي، ولكن هي الممرضة عندها خبرة بتقييم المرضى. يعني تذكروا السلايد اللي حكينا فيه عن انه تقييم المريض من هدول النواحي السوشيال سبورت والنيوتريشن والامبوليشن وهدول الامور، الكيس مانجر بتعمل هدول التقييم بشكل دقيق وموسع ومن نظرة اجتماعية اكثر مما هي نظرة طبية.
يمكن نحن من ناحيتنا بتعمل تقييم المريض من الناحية الطبية، بس هي بتعمل تقييم من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الفيزيائية للمريض. فالكيس مانجر هي بتعمل تقييم للمرضى وبتشوف حالتهم الاجتماعية بشكل عام وبتعطي توصيات. التوصيات انه والله هذا المريض افضل شيء انه نبعته على مثلا على نيرسينج هوم. فالسوشيال وركر شو شغلتها؟ شغلتها انه هي تستقبل هدول الريكومنديشنز من الطبيب ومن الكيس مانجر، وبتبلش هي تدور على نيرسينج هوم لهذا المريض. بتبلش بتحكي تليفونات مع الانشورنس، وبتحكي تليفونات مع النيرسينج هومز الموجوده بالمنطقه، وبتحكي مع الاهل بتقول لهم وين النيرسينج هوم اللي حابين تحطوا فيه المريض، وبتحاول يعني she's gonna implement the plan. فإذا عنده المشفى تبعكم عنده case manager وعنده social worker، فهذا شغل case manager وهذا شغل social worker، كل واحد تقريبا مختلف شوي. هلأ إذا المشفى عندكم ما عندكم إلا case managers مثلا، فcase manager she's gonna do everything. أو إذا المشفى عندكم ما فيه إلا social worker، فsocial worker she's gonna do everything، اللي هو راح تعمل شغل الكيس مانجر وراح تعمل شغل السوشيال وركر. فهذا هذا الفرق بيناتهم. هلا بنيجي على الديسشارج اوبشنز. يعني نحن قيمنا المريض ونحن عملنا له ايفالويشن ونحن عملنا ميديكيشن وكونسيليشن وفولو اب وعملنا كل هدول الامور وحكينا مع التيم، ولكن هلا بده يكون القرار انه هذا المريض لوين بده يروح بعد ما بيطلع من المشفى. شو هي الخيارات اللي عنا، أو خلينا نقول شو هي الخيارات اللي موجودة بشكل عام بأمريكا، لأنه الموضوع ممكن يكون مختلف بدول أخرى. بأمريكا في عنا أول مكان للتخريج هو البيت. يعني المريض بيكون hemodynamically stable، المريض عم يأكل ويشرب لحاله independent. هاي نقطة كتير مهمة، المريض is independent، يعني بيقدر يعيش حياته وديلي اكتيفيتيز تبعه هو بشكل مستقل. اذا المريض بيقدر يعمل كل هدول الشغلات وما بيحتاج لاي شيء تاني، فهذا المريض بيروح على البيت. بعطيكم مثال، مريض عمره 25 سنه جاي بالكوهوليك بانكرياتايتس، بيدخل المريض بنعمله ام بي او اي في فلويدز يومين ثلاثه، بنبلش له على دايت، هيز دوينج ويل. بعد 3-4 أيام من الهوسبيتاليزيشن المريض ما عنده مشاكل، عم يمشي، عم يأكل، وقفنا له الاي في فلويدز والبين is under control. خلاص هذا المريض بيروح على البيت، هذا المريض independent. النوع الثاني هو الهوم with home health and home physical therapy، اللي هو عبارة عن إيش؟ اللي هو عبارة عن إنه المريض بيروح على البيت، ولكن بيروح على البيت وبيحصل على رعاية صحية بالبيت. هي الرعاية الصحية مين بيقوم فيها؟ يقوموا فيها نيرسز، ممرضات بيجوا على المريض إما 3 مرات بالأسبوع أو أحيانا ممكن يجوا كل يوم على المريض مشان يعملوا شيء محدد، اللي هو مثلا لنفرض المريض يحتاج لـ IV antibiotics لمدة مثلا 4 أسابيع. فهذا المريض بدل ما يجي يقعد بالمشفى 4 أسابيع، لا نحن بنطلعه على البيت وبنحط له بيك لاين وبنقول له روح على البيت، وفي عندك فيزيتنج نيرس. هاي الفيزيتنج نيرس هي بتقدم لك الرعاية الصحية بالبيت. فأحيانا أهل المريض إذا كانوا قادرين على مساعدة المريض والمريض عم يمشي وعم يتحرك وعم يأكل، ولكن في عنده هذا الاي في لاين اللي هو البيك لاين وعم ياخذ الاي في انتبايوتكس، فبتيجي هاي الممرضه كل يومين ثلاثه بتشيك عليه وتتاكد انه الامور تمام خلال هال4 اسابيع. وبنفس الوقت في بعضهم لا بيحتاجوا للنيرس انه تيجي كل يوم، فهي النيرس مثلا بتعمل تشيك اب، يعني مثلا بتفحص الحراره، بتفحص النبض، بتشوف الحاله العامه للمريض. في ناس مثلا بيحصلوا على فيزيكال ثيرابي ات هوم، يعني المرضى اللي مثلا بيحتاجوا لشوية physical therapy، يعني عم يمشوا ولكن في عندهم شوية مشكلة بالمشي تبعهم، يعني شوي بطيء مثلا، فهدول بيحصلوا على physical therapy بالبيت. بيجيون الphysical therapist على البيت 3 مرات بالأسبوع، أو مثلا occupational therapy كمان ممكن يعملوها بالبيت، أو ممكن speech and swallow therapy، يعني
اللي هي علاج النطق وعلاج البلع. فهي المواضيع ممكن كلها بتصير بالبيت إذا كانت المشكلة بسيطة أو مشكلة خفيفة وممكن تتحسن خلال أسبوع أسبوعين أو ثلاثة. في نوع آخر من الأماكن هو الـ Assisted Living Facility، اللي هو عبارة عن أنه ناس كبار بالعمر، على الأغلب بيكونوا فوق 60-70 سنة، بيكونوا هن أغلب الأحيان independent، أغلب الأحيان بيكونوا independent، ولكن مثلاً ما بيقدروا يحضروا أكل لحالهم، يعني صعب عليهم. واحد عمره 70 سنة 80 سنة تعبان شوي، ما بيقدر يحضر أكل لحاله، يعني عايش بالبيت لحاله. فشو بيعمل؟ بيروحوا على assisted living facility، اللي هي عبارة عن إيش؟ مثل الأبارتمنت كومبلكس، يعني مجمع شقق، كل واحد بيقعد بالشقة تبعه، شقة نظامية ما فيها شيء، والأكل بيجتمعوا كلياتهم هدول السكان المجمع هذا بمكان واحد وياكلوا مع بعض، بيقدموا لهم يا الفاسيليتي بيقدموا لهم هذا الأكل. إذا بيحتاج مثلا للأدوية ممكن يقدموا له الأدوية للمريض، إذا بيحتاج لأدوية معينة بيجيبوا له إياها أو بيقدموا له إياها وبيتأكدوا من صحته. ممكن في بعضهم حتى بيعملوا تشيك أبس، يعني بيطمنوا على حالته الصحية مثلا مرة بالأسبوع بس ليتأكدوا إنه أموره تمام. إذا لزموا أي مساعدة بيكونوا قريبين منه مباشرة بياخدوه على المشفى إذا لزم. في الريهاب سنترز والسكيل نيرسينج فاسيليتي، اللي هي عبارة عن مراكز لإعادة التأهيل، وخصوصا للفيزيكال ثيرابي بشكل رئيسي، يعني للعلاج الفيزيائي. فالمرضى اللي مثلا عنده ستروك بيحتاج انه يروح على علاج فيزيائي، فيروح على هذا الريهاب سنتر، اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن بناء فيه غرف نوم، يعني بينام فيه المريض وبيضل. هذا اسمه ان بيشنت ريهاب، اللي هو بينام المريض بالبناء هذا بالبيلدينج، وبيعمل فيزيكال ثيرابي طول النهار وبينام بغرفته. وبالتالي هذا اسمه inpatient rehab، وبالتالي المريض رح يتعرض ل intensive physical therapy. غير انه لما بنبعته على البيت وبنقول له نعمل لك physical therapy 3 مرات بالاسبوع، لا، هذا المريض رح يقعد بهالمكان بهالسنتر ورح ينام وياكل ويشرب بهالمكان، ورح يشوفه دكتور تقريبا كل يوم ويطمن على صحته، وبنفس الوقت رح يعملوا له physical therapy كل يوم ولمدة ساعات طويلة لحتى يتحسن. أغلب الأحيان المرضى بيحتاجوا لأسبوع أسبوعين، الماكسيموم تقريبا 21 يوم، والسبب أنه أغلب شركات التأمين بتدفع مصاري تغطي 21 يوم بس، أغلبهم، في بعضهم بيغطوا أكثر. السكيل نيرسينج فاسيليتي هو تقريبا مشابه للريهاب، ولكن هو عبارة عن قسم منه بيكون فيه ريهاب وقسم آخر بيكون مثل النيرسينج هوم. فالنيرسينج هوم هو عبارة عن بناء مثل مجمع سكني للمرضى اللي بيكونوا completely dependent، يعني غير مستقلين وإنما معتمدين بشكل كامل على الآخرين، يعني إنه أشخاص مثلا ما بيقدروا يتحركوا أو يعملوا أي شيء إلا في حدا عم ياخدهم من مكان لمكان تاني، واحد لازم يطعميهم، واحد لازم يكون معهم طول الوقت، واحد لازم يلبسهم، واحد لازم يحضر لهم أكل، ما بيقدروا يعملوا أي شيء لحالهم، ما هم مستقلين، بالعكس معتمدين على الرعاية الصحية 24 ساعة. فهدول المرضى إذا ما كان لهم حدا بالبيت يعمل لهم كل هالأمور هاي بيبعتوها على النيرسينج هوم. وفي كتير عالم عايشين بالنيرسينج هوم بأعمار مثلا ممكن 60-70-80-90 سنة، إذا ما كان عندهم حدا فبيعيشوا بالنيرسينج هوم. في عندنا شيء اسمه الـ LTAC. LTAC هو Long Term Acute Care Hospital، اللي هو عبارة عن إيش؟ هو مثل الـ Acute Hospital ولكن بيكون فيه settings وبيكون فيه أطباء وبيكون فيه ممرضات وبيكون فيه كل شيء، طاقم يعني تمريضي كامل. ولكن الفرق عنه إنه الـ LTAC هو المكان اللي بيكون فيه المرضى بيحتاجوا لرعاية صحية لمدة طويلة. يعني لنفرض مثلا مريض عم يكون على الفنتيليتر وبيحتاج مثلا wound debridement مثلا، وبيحتاج wound care، وبيحتاج IV antibiotics. هدول الشغلات كلهم مو ضروري انه ينعملوا بالمشفى،
ممكن ينعملوا برات المشفى، بس كمان هذا المريض ما بيقدر يروح على البيت وما بيقدر يروح على الريهاب، فبيروح على هذا الالتاك. الالتاك اللي هو بيعملوا هاي مثلا wound debridement، بيعملوا كمان physical therapy إذا بيحتاج المريض، وممكن بيعملوا weaning of the ventilator كمان، ممكن يعملوا weaning of the ventilator، ممكن كمان يعملوا management للبيج تيوب مشان التيوب فيدينج. فبيعملوا كتير شغلات ولكن على long term. المريض ما لازم يكون عنده أي شيء acute، أي شغلة حادة أو أي مشكلة حادة، لازم يكون عنده كل المشاكل اللي ضلت عنه هي مشاكل مزمنة. وآخر شيء هو راح يكون هو الهوسبيس. الهوسبيس هو عبارة عن الـ end of life care، اللي هو عبارة عن المرضى اللي عندهم terminal illness. مريض عنده terminal illness مثلا metastatic lung cancer، والمريض مثلا ما بده لا كيمو ولا بده radiation، بده بس يروح على هوسبيس، بيقول لك أنا خلص ما عاد بدي أي علاج، ما بدي أي شيء، المريض ما رح نقدر نعمل له أي شيء تاني، بيكون بالمراحل الأخيرة من مرضه، فبنبعته على الهوسبيس كير. الهوسبيس كير اللي هو بيعمله بشكل رئيسي، بيحاولوا أول شيء يعملوا تقييم للمريض، بيشوفوا شو هي الديلي أكتيفيتيز اللي بيقدر يعملها، في شيء اسمه في سكور خاص عندهم، بيشوفوا شو هي شقد نسبة الاستقلالية اللي بيقدر يعمل المريض. فإذا كان المريض عنده استقلالية جيدة، يعني بيقدر يعمل شغلات لحاله، فممكن يروح على البيت وأهله يعتنوا فيه ويتأكدوا أنه يعطوه الأدوية اللي بتلزمه، أو ممكن لا ما بيقدر مثلا المريض يعمل أي شيء، وصل للمراحل الأخيرة من الموت يعني، فبيضطر أنه يروح على نيرسينج هوم أو بيروح على مشافي خاصة بتعمل هوسبيس كير، فبيتلقى مثلا أدوية مثلا الناركوتكس، المورفين، الآتيفان، بياخد هدول الأدوية لحتى يعني يموت. فإذا المريض حالته العامة مستقرة وعنده حدا بيساعده بالبيت، فممكن نبعته على هوم وذ هوسبيس، أو إذا المريض حالته العامة ما هي جيدة، بالعكس عم بتسوء وممكن يموت خلال أيام أو خلال أسابيع، فنبعته على مشفى آخر يكون خاص بالهوسبيس، أو نبعته على نيرسينج هوم في عندهم غرف خاصة للهوسبيس. طيب خلينا نبدأ بالكيسز، خلينا نبلش بالقسم التفاعلي. هلأ نحن حكينا، يعني أنا حكيت كتير عن معلومات يمكن بشكل متفرق، ولكن هلأ بدنا متطوعين. مين حابب يتطوع يرفع لنا ايده؟ طيب حازم، خليني طيب يعطيكم العافية. ألين حازم، عملت لك أنا ميوت، هلأ الكل عم يسمعك. أوكي. يا ريت تقرا الحاله، واذا وصلت على ابريفيشن، انا حاطط كثير ابريفيشنز، هدف منا اول شيء تعليمي، انه مشان اذا في ابريفيشن ما حدا بيعرفه بنشرحه، وبنفس الوقت يعني لاختصار الوقت. ف تفضل اقرا الكيس واعطينا رايك بالموضوع. Okay, so we have a 52-year-old lady with uncontrolled diabetes and hypertension. She was admitted for right heel osteomyelitis. She underwent surgical debridement of the wound, but she is supposed to complete a 6-week course of IV antibiotics. She's able to use her walker to the washroom. She has a supportive husband who is willing to take care of her at home. On day 3, your attending asks you about the discharge plans for this patient. Yeah, this sounds like you want me to talk, ولا ما بعرف. يا تفضل. اكيد. اوكي. شو اسمه البيشنت؟ شكلها عم تقدر تمشي، يعني she has osteo بس she's able to walk with a walker، فشي كان فينها تروح على البيت with physical therapy. She needs IV antibiotics، فشي كان take a pick line وتاخذ antibiotics at home. She's supportive، she has support at home as well، ف أظن أنه she can go home with مثل ما قلنا اللي هي pick line عشان antibiotics and physical therapy تتمرن بالأسبوع مع كم مرة. And أهم شيء الفولو أب تبعها، ما بعرف قديش مفروض، ولازم أطلب لللابس طبعا تبعيتها عشان تفولو أب الأوستيومايلايتس تبعها كمان.
تماما، ممتاز جدا. فنحن من تقييم المريض، يعني إذا بتلاحظوا أول شيء إنه الحالات اللي راح أعرضها أنا هي عبارة عن حالات أكثر هي مواضيع اجتماعية، مو موضوع طبي بشكل خاص، وإنما من الناحية الطبية نحن يعني عم نعالج المريضة، ولكن من الناحية الاجتماعية كتير بهم إنه نعرف إنه مثلاً عنده supportive husband، هي كتير نقطة مهمة، لأنه إذا ما عنده حدا بالبيت وهي مثلاً ما بتقدر هي تعطي الانتبايوتكس لحالها، لأنه الانتبايوتكس على الأغلب يا أما تكون مرة واحدة باليوم يا أما تكون مرتين أو ثلاثة باليوم، فإذا هي ما بتقدر تعطي لحالها الاي في انتبايوتكس فبدنا نضطر نبعثها لمكان تاني. فموضوع إنه في عنده supportive husband وبده يساعدها، والنقطة الثانية إنه عمرها هي 52 سنة وما عندها هالمشاكل العظيمة، يعني إنه عندها مشكلة دايابيتس وهايبرتنشن اللي هي يعني مانجبل. فالتقييم تبعك كتير ممتاز، إنه هي المريضة ممكن تاخد بيك لاين وبتروح على البيت، وممكن تعمل مثلا تحصل على هوم هيلث كير أو هوم فيزيكال ثيرابي، وهذا اللي هلأ راح نحكي عنه. شكرا كتير لك حازم، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. فهذا اللي بدي احكي عنه، الهوم هيلث. الهوم هيلث هو عبارة عن انه في عندك فيزيتنج نيرس، اما انه تيجي يوميا او ثلاث مرات بالاسبوع، ممكن يعملوا ووند كير، وممكن يكون فيه education، ممكن يكون فيه حتى مراجعة على أدوية المريض او المريضة. كمان المرضى اللي بيحتاجوا ل اي في انتبايوتكس او انجكشنز، يعني لنفرض المريض بيحتاج لوفينوكس شوتس مثلا بشكل يومي لمدة 7 أيام فور بريدجينج، فممكن هذا المريض يروح على البيت مع هوم هيلث. إذا بيحتاج بيراقبوا له مثلا العلامات الحيوية الفيتال ساينز، بيراقبوا مثلا إنه حالته العامة بالبيت عم تكون بشكل آمن، وممكن إنه يحصل على فيزيكال ثيرابي، ممكن يحصل على سبيتش ثيرابي وأوكيوبيشنال ثيرابي، كلياتهم ممكن يحصل عليهم في البيت طالما إنه المشكلة اللي عند المريض هي مشكلة بسيطة وليست مشكلة معقدة. الكيس نمبر 2، هات لنشوف مين حابب يرفع ايده. هبة، طيب مرحبا هبة. مرحبتين. تمام تفضلي. A 72-year-old man who was admitted to the hospital for left-sided hemiparesis due to acute ischemic stroke. After 2 days of hospitalization, his symptoms slightly improved and he's able to swallow without difficulty. He was evaluated by occupational and physical therapy. He walks few steps with assistant and needs to be fed. He lives with his wife who is suffering from other comorbidities. You discussed the case with your team and the attending asked you if you think the patient can be discharged home safely. Sure. So this patient is, هذا المريض is dependent and he doesn't have like good support at home, and he will need like بظن ال ambulation will not be, he needs physical therapy لأنه كان عنده stroke and he's 72-year-old. فبتوقع لازم نخرجه على يعني ريهاب. تماما، ممتاز جدا. تقييم كتير ممتاز. أول شيء أنه هذا المريض 72 سنة، هذا المريض أصابته حالة acute ischemic stroke، ولكن نحن شفنا أنه خلال يومين عم يتحسن، وهي شغلة كتير مهمة بموضوع acute stroke بالresidency. لما بتشوف المريض بتعطوه دائما، اي مريض بيجي بالستروك بتعطوه 3 ايام 72 hours. If the patient is improving and if the weakness is improving within 72 hours, there is a very good potential that the patient will recover completely 100% within maybe a week or 2 or 3 weeks, but there is a really good chance that the patient will recover completely. However, if the patient is not improving in 72 hours and you see maybe 0 or only 10% improvement, then this patient most likely will need very long term of rehab, which is like patient may need like 3, 4, maybe 5 months to completely recover. So it's a very good indicator
that you always evaluate your patient in the first 3 days. فهذا المريض بأول يومين حالته تحسنت بلشت تتحسن يعني ولكن ما رجع للطبيعي وهذا ممكن يعني إنه هو ما رح يرجع للطبيعي خلال يومين ثلاثة ولكن صار في improvement عم يمشي له كم خطوة وعم يستخدم الووكر بس بيحتاج لساته assistance مثل ما قلتي إنه هذا المريض لسه بيحتاج لمساعدة وما عنده حدا بالبيت إنه يساعده يعني زوجته كمان مريضة أو عنده مشاكل فهذا المريض طبعا ما بنقدر نبعته على البيت ومثل ما قلتي إنه هذا المريض لازم نبعته على ريهاب ممتاز ممتاز جدا فبدنا نحكي عنه هو ريهاب فريهاب هو بيساعد المرضى لحتى يوصلوا للبيس لاين تبعهم وبيرجع لهم الكواليتي اوف لايف اللي كانوا عليها من قبل ودائما لازم نعرف هل هناك امكانيه انه يرجعوا للبيس لاين ولا لا اذا في امكانيه انه يرجعوا للبيس لاين ويتحسنوا فبنبعتهم للريهاب بس اذا ما في قدره على انه يتحسنوا او انه بيحتاجوا ل physical therapy لمدة كتير طويلة فممكن نفكر بالskilled nursing facility اللي هو عبارة عن nursing home وفيه شوية rehab فالrehab هو عبارة عن inpatient وshort term يعني أسبوعين ثلاثة على الأغلب والمريض ممكن يحصل فيه على speech therapy, physical therapy, occupational therapy في بعض القواعد اللي هي بعض شركات التأمين بتحتاج إنه المريض لازم يقعد بالمشفى 3 nights قبل ما بيقدر يروح على ريهاب فهي واحدة من الشغلات لازم تنتبهوا عليها وأي مريض بيجيكم عنده مثلا ستروك أو تتوقعوا أنه هذا المريض رح يروح على ريهاب فتأكدوا أنه يكون المريض admitted as inpatient for 3 nights يعني لبعض شركات التأمين خصوصا الميديكير يعني فهي شغلة والشغلة الثانية لازم يكون في family support يعني إنه المريض بعد ما يتخرج من الريهاب لازم يرجع على البيت ويكون في عنده حدا بالبيت يقدر يساعده ويهتم فيه وبنفس الوقت الانشورنس لازم يكون إذا المريض عنده انشورنس ولا لا إذا المريض ما عنده انشورنس فالمريض ما بيقدر يروح على ريهاب في كتير ولايات ممكن مثلا الولايات اللي أنا اشتغلت فيها ألاباما مثلا إذا المريض ما عنده انشورنس ما بيقدر يروح على البيت هيك مريض مثلا ما بيقدر يروح على ريهاب ابدا ولا بيقدر يروح حتى على نيرسينج هوم غصبا عنه بده يروح على البيت وبده يكون ديسيبلد بهالطريقه وما بيتحسن وبالاخير بيمرض اكثر وبيرجع على المشفى اكثر لانه اذا ما عنده انشورنس ما حدا راح يهتم فيه وما حدا راح يعطيه امكانيه انه يدخل للريهاب فمشان هيك كتير مهم هون بأمريكا إنه الواحد يكون عنده insurance والaccess to insurance والaccess for healthcare access to healthcare is very important and that's why يعني there's Affordable Care Act and that's why they are trying to enroll millions of Americans in insurance. فالكيس اللي بعده case number 3 خلينا نشوف مين من المتطوعين. في حد يرفع ايده حبلش اختار اذا ما حد رفع ايده ما حد رفع ايده طيب راح اختار انا احمد باروت مرحبا احمد اهلين دكتور محمد كيفك شو اخبارك تمام الحمد لله يعطيك العافيه انا اسف ما كنت بالبدايه لذلك حتى اغلب الكرايتيريا ما يعني بس وصلت لما بشرت قريب من قبل الكيس فبس راح احاول بالكيس ان شاء الله ولا يهمك انت شاطر ما 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 يهمك an 85 year old man with a past medical history of dementia who's being treated for acute altered mental status due to sepsis and UTI his mental status improved but he still requires 24 hour supervision and skilled medical care for his dementia and daily activities. He has been bedridden in the last year. His wife is not able to provide him with sufficient care at home, and she has been exhausted in the last few months. She asks you if he will qualify for a short-term rehab. So, هلا أكيد هو ما رح يرجع البيت لأنه أصلاً الزوجة عم تسأل إنه
هل هو راح يروح على short term rehab؟ وحتى ما أعتقد إنه ممكن يرجع على البيت. لو عمل short term rehab ممكن يرجع مباشرة على البيت لأنه he need extended health care تقريبا. I'm not sure if I'm right about this. ممتاز. فالكرايتيريا بصراحة أنا يعني نسيت ال options لأنه بس لمحتن شوي ال options بالبداية. فيعني إذا في long term rehab بيكون كويس بس. تماما. فهو الاوبشن اللي هذا المريض تماما مثل ما انت حكيت انه يحتاج للونج تيرم بلان هذا المريض. تماما. فهذا المريض لونج تيرم بلان هي يعني صعب انه نبعته على ريهاب مده اسبوعين ثلاثه لانه هذا حتى لو تحسن يعني مرته ما بدها تعتني فيه، عم بتقول يعني she's exhausted in the last few months، يعني ما عم تقدر تهتم فيه وهي بيكون ما بعرف الله اعلم ايش قد بيكون عمره كمان، فهي يعني يا دوب عم تقدر تهتم فيه. فتماما فهذا المريض لازم نبعته على مكان يكون طويل الامد، يعني مكان بيقدر هو يحصل فيه على رعايه طبيه ورعايه صحيه ويكون لانه هو معتمد على الاخرين. تماما. الأغلبية نيرسينج هوم أو شيء مشابه فما بعرف. تماما. فهو نيرسينج هوم ممتاز جدا. فهو تماما فهو نيرسينج هوم هذا هو الحل الأفضل لهذا المريض وهذا اللي راح نحكي عنه هلا. شكرا كثير لك أحمد. شكرا. فالنيرسينج هوم فهذا المريض هو في نيرسينج هوم قسم منه شورت تيرم وفي قسم منه لونج تيرم. طبعا الشورت تيرم هو عبارة عن مثلا شهر أو شهرين يعني هذا هو القصد منه، وفي اللونج تيرم اللي هو خلص يعني طول الحياة. هو عبارة عن مراكز بتقدم رعاية صحية وشخصية واجتماعية للمريض من كل النواحي، يعني في ممرضات في طاقم تمريضي بيهتم بالمرضى بيعطيهم أدويتهم بيقدم لهم أكل بيقدم لهم فيزيكال ثيرابي إذا بيحتاجوا وفيه دكاترة بيشوفوا المريض. ولكن الدكاترة بالنيرسينج هومز بيشوفوا المريض مرة بالشهر. فيعني بدكم تحطوا هذا الموضوع ببالكم إنه هدول المرضى خلاص يعني كأنه عايشين بالنيرسينج هوم وبيشوفوا الطبيب مرة بالشهر وفقط. فهو أفضل شيء بيكون للمرضى اللي بيحتاجوا لرعاية صحية 24 ساعة باليوم، اللي هن مرضى اللي عندهم مثلاً severe dementia ما بيقدروا يمشوا يكونوا bedridden، هدول ما بيقدروا يتحركوا، شلون بدهم يروحوا على الحمام، كيف بدهم ينظفوا حالهم، كيف بدهم يأكلوا، ما راح يقدروا يعملوا أي شيء من هدول. فالخدمات اللي بتتقدم لهم راح تهتم بها المواضيع هاي. وفي بعضهم يعني حتى بعض النيرسينج هوم بيعملون ألعاب وبيعملون هيك يعني يعني برامج ترفيهية أحيانا مشان ينبسطوا. كيس نمبر 4. مين بده يرفع إيده؟ هشام. هات لشوف هشام. مرحبا هشام. مرحبا دكتور. أهلين وسهلين. تفضل. Okay, a 4-year-old lady who has been admitted for severe complicated pancreatitis. She developed a respiratory failure required tracheostomy and big tube insertion. Also, she had AKI required HD. Pulmonary service is trying to wean her off the vent, but they were not successful. She's receiving IV antibiotics as well as BLHC, HECAP. She's alert and awake. She is her day 35 in the ICU, and she has been stable for the last 4 or 5 days with no active problems. She is. What is the next step in discharge planning? بس بدي اوضح الابريفيشنز اللي هو التراكيوستومي اللي هو عبارة عن تنبيب الرقامة. والبيج تيوب اللي هو عبارة عن البيركوتينيوس جاستروستومي اللي هو الأنبوب المعدي عن طريق الجلد. أكيوت كيني إنجوري يعني أذية كلوية حادة. والإتش دي هو الهيموداياليسيز. والبي ال إتش سي أي بي اللي هي البايلاترال هيلث كير أسوشيتد نيمونيا يعني ذات رئة ذات رئة بسبب المشفى يعني ثنائية الجانب. فتفضل شو رأيك
بالحالة. هلا بس مشان الانتوبيشن هن حاولوا انه يفصلوها بس ما مش الحال. I don't know, now she's alert and awake, so are they gonna try again to the intubator or she will stay on the ventilator? يعني هو المرضى بالعادة انه نحن بنحطهم بس صار عندهم تريكيوستومي فصاروا long term, فاللي بيصير انه بتصير محاولات الweaning off. هي دائما بتصير المحاولات لازم كل يوم, ولكن لما بيصير عندك المريض عنده تريكيوستومي بيصير مثلا 35 يوم مثل هي, فنحن ما بنعمل ويننج اوف بيصير كل يوم, بيصير بنعمله كل 4-5 ايام ممكن نعمل له ترايل, وبيصير بيحتاج المريض لمدة اطول لحتى يصير ويننج اوف, احيانا بيحتاجوا شهر شهرين لحتى ينشالوا من النشاط. اوكي لكان بحالتها المريضه الفلساته ديبندنت كمان تحتاج هي تو ستي هوسبيتالايز فور لونجر تايم, لهيك بما انها عم تتحسن شوي بدي طلعها من الاي سي يو, فممكن اخذها انا على لونج تيرم اكيوت كير هوسبيتال بحيث انه خلي لها الفنتيليتر وخلي لها كل الادويه الانتي بايوتكس او 24 اورز مونيتورينج لحتى نقدر وين هير اون اوف ذا انتيوبيتر. ممتاز جدا ممتاز. فهي الاسسمنت وال الطريقة يعني how you approached it, it was perfect. يعني إنه أول شغلة بتفكر فيها إنه المريضة هي بتحتاج ل weaning off the vent, وهي الشغلة عم بتطول مدة طويلة. الشغلة الثانية إنه المريضة عم تحتاج كمان IV antibiotics. نقطة كتير مهمة إنه هي المريضة كانت stable خلال الأربع خمس أيام الماضية وما في acute و active problems. لو المريضة عندها active problem ما بتقدر تروح على الالتاك. يعني لنفرض المريضة فجأة صار عندها فرضا PE, إذا صار عندها PE ما بتقدر تبعتها على الالتاك, بدك you have to stabilize the patient first and يعني start the patient on anticoagulation, make sure there is no other problems, بعدين بتبعتها على الالتاك. لنفرض المريضة هي صار معها acute GI bleeding, فهي المريضة ما بتقدر تبعتها على الالتاك لأنه عنده active problem ولازم تضل بالاي سي يو. فكلامك مزبوط, هي المريضة أفضل شيء إنه نعملها إنه نبعثها على long term acute care hospitalization. شكرا جزيلا لك هشام. شكرا لك دكتور. فمثل ما حكينا long term acute care hospitalization هو عبارة عن certified as acute care hospital, المرضى بيحتاجوا ل hospitalization مدة طويلة, وهدول المرضى بيكون عندهم أكثر من مشكلة. يعني هي المريضة مثلا عندها respiratory failure, في عندها ممكن hemodialysis, عندها healthcare associated pneumonia, ولكن كل هدول المشاكل صارت chronic وما أنا مشاكل حادة, وبالتالي ممكن الالتاك يهتم فيها. وهدول الالتاك بيكون عندهم أطباء يعني أخصائيين ICU وكمان أخصائيين كلية وقلب وأخصائيين من كل المجالات يشوفوا المرضى بشكل يومي, وبالتالي الرعاية الطبية ما رح تختلف, ولكن بس إنه الفاسيليتي رح تختلف ويصير الموضوع long term أكثر مما هو short term. طبعا على فكرة الالتاك is very expensive, ما هو رخيص أبدا, و the patient should have really good insurance to go to LTAC. If the patient doesn't have insurance, they will never qualify for LTAC. And most of the time, LTAC is a private, ما في public LTAC. It's all private and they generate tons of money out of it. بعدها case number 5. طيب هلا طلع عنا بتوقع 8 حالات نحن العدد الكامل. ف case number 5 هات لنشوف مين بده يرفع ايده. طيب شايف مؤيد العلي, تفضل مؤيد. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا الين مؤيد, شلونك؟ الله يسلمك. أنا بيدياتر بس حاول بالإنتر ميديسين. So yeah, 83 years old man with the past medical history of heavy tobacco smoking, presented with the short of breathing and hemoptysis. He was diagnosed with the metastatic squamous cell carcinoma of the lung. He refused further testing or treatment and he would like to go home. What the best discharge plan for that patient?
So I think this is like end stage, you know, disease patient who has and he refused the further treatment. So I think the hospice is the best place for him so far. So when we know the hospice might be its home or a hospital, so it depends on, you know, the management or the patient care, whether require he like palliative care. So might be hospital is good, convenient for him. If he doesn't require like pain control or such, etc., so might be hospice home is good place. So it depends on the requirement for pain control, medication, etc. ممتاز جدا ممتاز جدا يعني تقييم جيد و... والحالة تماما النقاط اللي ذكرتها يعني هي النقاط الأساسية النقطة الأولى إنه المريض عنده end stage disease اللي هو terminal illness ونقطة ثانية إنه هو he refused further testing or treatment يعني خلاص المريض ما عاد بده أي شيء ثاني خلاص ما بقول تركوني لحالي فالمريض أفضل شيء إنه hospice فhospice هو الخيار الأفضل له بيصير مثل ما أنت قلت إنه بدنا نفكر هل بيقدر يروح على البيت ولا ممكن يروح على nursing home أو ممكن يروح على facility تانية هذا طبعا بيعتمد حسب إنه المريض شو في عنده social support يعني هذا المريض لنفرض حالته العامة جيدة مثلا يعني لساته والله عم يقدر يكون تقريبا شوي independent وفي عنده مثلا أهله بالبيت بيساعدوه فكتير ممتاز بيروح على البيت بيعمل home with hospice لنفرض هذا المريض مثلا ما عم يقدر يتنفس منيح ابدا على اوكسجين والمريض يعني كثير شورت بريث وما عم يقدر يمشي فهذا المريض وشكله يعني عم بيموت يعني شوي شوي فممكن هذا يروح على نيرسينج هوم اذا ما عنده فاميلي سبورت فشكرا جزيلا لك مؤيد يعطيك العافيه خلاص لازم نعطيك شهاده انترنال ميديسن مو بس بيدياتريكس ان شاء الله بعد الريزيدنسي نعمل انترنت الله يعطيك العافيه تماما فهذا المريض هوسبيس كير هدفه الرئيسي انه نخفف من الام المريض نعالج السيمبتومز الاعراض عند المريض بنقدم له للمريض الرعايه الاجتماعيه والرعايه الروحيه والرعايه النفسيه كتير مهم إنه نساعد نفسيته للمريض ونحاول إنه نحافظ على quality of life للمريض يعني نوعية الحياة تبعه بتكون أفضل ما يمكن بنحاول نسأل المريض what are your goals and what are your goals now يعني شو هو هدفه الرئيسي ممكن المريض بيقلك هدفي الرئيسي إني يكون يعني يتحسن شوي تنفسي فممكن تزود له الأكسجين ممكن تعطيه نيبولايزرز ممكن يقول لك والله هدفي الرئيسي أني ما أحس بالألم فبتركز على موضوع الألم وبتعطيه مثلا مسكنات أكتر ممكن يقول لك الهدف الرئيسي أني والله بدي ضل مع عيلتي وأقضي وقت مع عيلتي فممتاز ممكن تبعته على البيت ويقضي وقت مع عيلته كتير مهم أنكم تسألوا هذا السؤال What are your goals now؟ كتير مهم تفهموا شو هو هدفه للمريض هلأ إذا المريض بيقلك والله I want to be cured فيعني هذا المريض معناته ما هو realistic يعني you have to educate the patient again إنه والله you have a terminal illness you have end stage disease يعني هذا unrealistic يعني you can't cure this patient يعني if the patient is asking for cure وما في cure للمرض اللي هو فيه ف بدك يعني تعمل له education أكتر وتحاول تفهمه أنه ترى ما في يعني أمل بس إذا عنده مثلا أعراض معينة بده إياها يتعالجها فممكن نحن نعالجه هي الأعراض نحاول نقدم له support دعم لعائلته لأهله وخصوصا يعني إذا كان المريض على فراش الموت بدي أحكي لمدة دقيقتين أو ثلاثة عن الفرق بين palliative care والhospice care فكتير مهم بكرة بالمشافي لما بتبلشوا بتشتغلوا في شيء اسمه hospice care وفي شيء اسمه palliative care في فرق بيناتهم مو هن نفس الشيء أبدا الhospice care غير palliative care palliative care نحن حكينا عن الhospice care هن المرضى اللي عندهم terminal illness ونحن عم نعالجهم آلامهم ومواجعهم ونقدم لهم وبنقدم لهم الـ emotional support والsocial support وهالأمور هاي بينما palliative care هي عبارة عن معالجة لتخفيف الألم
بغض النظر عن الدياجنوسيس. يعني لنفرض مثلا مريض عنده أوستيوميلايتس وعنده آلام بمنطقة الأوستيوميلايتس، لنفرض بالظهر، آلام أسفل الظهر بسبب أوستيوميلايتس، فهذا المريض عم نحطه على ناركوتكس وعم نحاول نعالجه والبين تبعه is not under control، فممكن تطلب له أنت palliative care أو تطلب له pain management، فحسب المشفى اللي أنت فيه. ممكن المشفى اللي عندكم فيه pain management فقط، ممكن المشفى يكون عنده فقط palliative care، فبتكون تشوفوا شو موجود عندكم بالمشفى لحتى يساعد المرضى اللي عندهم chronic pain. ممكن مثلا المريض عنده مثلا terminal illness بس ما انه يعني the patient is not dying، بس انه in the process، انه in the future patient يعني will die يعني maybe in a few months، فممكن انتو يعني you start with palliative care وبعدين palliative care ببلشوا بيحكوا مع المريض عن goals of therapy وبعدين ممكن يوصلوا للhospice care، فممكن يكون palliative care هو bridge بين acute care والhospice care، فممكن تستخدموه بهالطريقة. palliative care كمان للمرضى اللي عندهم chronic pain، مثلا المريض عنده chronic pancreatitis مثلا والمريض ما عم يتحسن وعندكم قاعد بالمشفى، فكمان ممكن تطلبوا palliative care فقط ليحكوا مع المريض وبيشوفوا انه كيف هي البيست pain management لهذا المريض. فهذا الفرق بين palliative care والhospice care، انه الهدف الرئيسي او الفرق الرئيسي انه palliative care بيكون للمرضى اللي عندهم اي نوع diagnosis، بينما الhospice care لازم حصرا يكون في terminal illness. assisting living facility حكينا عنها وشرحناها من قبل فما بدي نحكي عنها، راح اشوفكم هذا التيبل. هذا التيبل كتير مهم، هذا اللي على اساسه انتو بتقيموا بشكل سريع انه هل المريض بيحتاج ل هوم ولا هوم هيلث. مثل ما قلنا اذا كان المريض independent completely وما عنده اي مشاكل وبيقدر ياكل ويشرب ويتحرك وما بيحتاج لاي physical therapy او اي شيء، فبيروح المريض هوم. هوم هيلث لما بيكون المريض بيحتاج ل IV antibiotics، بيحتاج ل wound care، physical therapy، occupational therapy، ولكن تكون minimal يعني انه 3 مرات بالاسبوع فقط. ريهاب هو short term، المرضى مثلا اللي عندهم stroke او المرضى اللي عندهم cardiac disease يعني مثلا CHF، ممكن حسب المنطقة اللي انتم عايشين فيها او اللي راح تشتغلوا فيها residency، في بعض المناطق في عندهم شيء اسمه cardiac rehab، وهذا cardiac rehab موجود كتير اماكن، وفي شيء اسمه pulmonary rehab هذا موجود بعدد اقل، فحسب المنطقة اللي عم يعني you are practicing in. في الريهاب كمان لازم يكون المريض عنده انشورنس، اذا ما عنده انشورنس ما بيقدر يحصل ريهاب. النيرسينج هوم او لونج تيرم او قد يكون شورت تيرم، المرضى اللي عندهم ديمنشيا، سيفير ستروك، بيشنت ار بيد ريدن، ما في عندهم فاميلي سبورت، هدول بيروحوا على النيرسينج هوم. المرضى اللي عندهم ريسبيراتوري فيلير اون ذا فنتيليتور لونج بيريود اوف ريكفري او ذي هاف كرونيك بروبلمز وهن بالاي سي يو قاعدين مده طويله اكثر من 20-30 يوم، فبتفكروا انه والله هذا المريض ما يكواليفاي فور التاك. كمان مره تانية الانشورنس لازم يكون عندهم انشورنس. الهوسبيس مريض عنده تيرمينال اللنس. طيب هذا التيبل كثير مهم، انا بتمنى انه يعني تخلوا عندكم نسخه منه خصوصا بالاشهر الاولى من الريزيدنسي، بيفيدكم كثير لحتى تعرفوا وين تخرجوا المريض. ضل عندنا 3 more cases وبعدها ممكن نعمل questions وبعدها تبدأ محاضرة الدكتور طارق. طيب case number 6 هات نشوف مين حابب يرفع ايده. انا شايف في ايدين مرفوعة، 2 مؤيد وهشام، اذا بتنزلوا ايديكم وفي حدا جديد، في حدا تاني حابب يشارك. بقينا 3 حالات، مين حابب يشارك؟ اختار انا. طيب انا شفت سمر كانت رافعة ايدها من قبل بس هلا ما عاد ترفع ايدها. ما بعرف اذا بتقدر تحكي. الو سمر؟ الو الو مرحبا.
مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. يعطيك العافية. اهلا. تفضلي. Okay, a frail 90-year-old lady who lives by herself prior to this admission. She is being treated for intracranial bleeding. The weakness in her limbs didn't improve in the last 4 days. Currently, she is bedridden. She underwent PEG tube placement for severe dysphagia. All her children live in different states. What's the best option for placement? هاي المريضة عملت 90 سنة وما شكل عندها family support وهي dependent يعني بحاجة لرعاية عندها PEG tube وهي bedridden حاليا فبدها long term care فبتخيل المفروض تروح على nursing home. ممتاز جدا تماما تقييم جيد جدا انه هي المريضة عمرها 90 سنة وانه هي ما في عندها family support مثل ما حكيتي المريضة انه ما عم تتحسن خلال الاربعة ايام الماضية فدليل على انه المريضة يعني بتحتاج الى long term long term physical therapy وبنفس الوقت هي بتحتاج الى مساعدة ورعاية صحية بشكل مستمر وخصوصا انه صار عندها بيج تيوب وهي اصلا هي بيدردن يعني ما عم تتحرك لا تمشي ولا تعمل اي شيء فهاي بشكل رئيسي نيرسينج هوم هذا هو افضل ديسشارج بلان لها وممتاز جدا شكرا جزيلا لك شكرا طيب الحالة رقم 7 مين حابب يرفع ايده جهاد مرحبا جهاد كيفك؟ السلام عليكم كيفك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألين جهاد تفضل الله يعطيك العافية شكرا كثير على المحاضرة الجميلة أهلا وسهلا الكيس an elderly 75 years old lady who is being treated for sepsis, bacteremia and UTI This is day 5 of hospitalization and she showed significant improvement in ambulation, eating and recovery Urine cultures showed E. coli resistant to all PO antibiotics. What's the best discharge plan for this patient? So this patient, 75 years old lady, تعالجت sepsis bacteria. نحن باليوم الخامس من hospitalization. هلا كأنه ما في improvement لل أو ما في response لل antibiotics عم حسبها في الكيس أو لا في kind of الambulation كله تمام she can discharge day 5 of hospitalization and she should بس ما فهمت هلا السبسز cured يعني او it's get better here تماما she's improving yeah she's significantly improving yeah okay so just like the discharge to home and I'm assuming she has good support at home and with their family. There's no clue for the family support here. So you need to ask, basically. So that's yeah. that's a very important thing. So it's يعني كثير مهم انه انت انتبهت على هاي النقطة انه بدك تعرف هل هناك family support ولا لا هي كثير نقطة مهمة وانت انتبهت لها فانت لازم معناتها هاي المريضة next step لازم انه الواحد يسأل المريضة او بيسأل يعني العيلة انه هي مع مين عايشة هل هي راح تقدر تروح على البيت ولا ما بتقدر تروح على البيت لانه اذا عندها family support فلنفرض انا قلت لك انه المريضة عندها مثلا والله هي زوجة وعندها أولادها بيهتموا فيها بالبيت شو راح تعمل اذا في عندها مين يهتم فيها خلص عملها discharge على البيك لاين وعلى الاي بي وممكن يعني assign nurse يعني to visit her every other day to make sure she is doing fine with the IV. تماما ممتاز جدا فبنعمل home with home health وبنعمل IV antibiotics لأنه بالعادة لما بيكون عندك مريض عنده gram negative bacteremia المعالجة هي لمدة أسبوعين على الantibiotics أول شيء بتبلش المريض على IV antibiotics ولما ما بيضل عندك لا fever ولا chills والwhite count goes back to normal
will clinical status improves, then you switch the patient to PO antibiotics, and usually you discharge them on PO antibiotics. Will total course هو 2 weeks لgram negative bacteremia. بس المشكلة إنه هاي المريضة إنه الإي كولاي تبعها طلعت resistant. ما بنقدر نعطيها PO antibiotics, فبدنا نضطر نعطيها IV antibiotics كمان لمدة أسبوعين. فهي أخذت 5 أيام بضل عندها 9 أيام كمان مشان تخلص الأسبوعين. فهالتسعة أيام هدول بتقعدهم بالبيت مثل ما أنت حكيت تماما. فالتقييم ممتاز جدا. إذا مثل ما أنت حكيت النكس ستيب راح يكون إنه راح لازم نسأل عن الفاميلي سبورت. وإذا في عنده إذا ما عنده فاميلي سبورت, لنفرض إنه هاي المريضة بتقلك ما عندي فاميلي سبورت, ما عندي حدا بالبيت, تمام, شو ممكن يكون الحل؟ هلا I was thinking about this way, يعني إنه I'm not sure, like a short term, like a nursing home. I'm not sure if there's something like this, mm-hmm. like just for the purpose of finishing the antibiotics course. تماما, يعني هو ممكن نعمله إنه بنبعته على rehab. فبنبعته على rehab لمدة 9 أيام, بتأخذ فيه الIV antibiotics, وبنفس الوقت بنقول إنه والله بتحتاج لشوية physical therapy, ولكن بشكل رئيسي الهدف راح يكون هو IV antibiotics. بعطيك مثال ثاني. كتير نقطة كتير حلوة هاي أنت قلتها على موضوع إنه short term antibiotics. لنفرض المريض في هاي الحالة راح تشوفوها كتير هون بأمريكا, مريضة ممكن عمرها مثلا 50 سنة وما عندها مشاكل لا بالمشي ولا كذا. المريضة جاية ب gram positive bacteremia, gram positive cocci bacteremia, هي اللي نفرض MRSA bacteremia, وطلع السبب إنه عندها endocarditis, والمريضة هي IV drug abuser. هدول المرضى اللي عندهم IV drug abuse ما بتقدر تبعتهم على البيت أبدا with IV line. ليش؟ لأنه هدول فورا they inject themselves in the IV line with drugs, فما بتقدر تبعتهم على البيت أبدا. فهدول لازم حصرا يا أما يقعدوا بالمشفى 8 أسابيع كاملة مشان الإندوكارديتس أو 6 أسابيع للأوستوميلايتس, يا أما بتبعتهم على ريهاب. مين اللي بيحدد هذا الموضوع؟ هو الانشورنس. إذا المريض عنده انشورنس بيروحوا يقعدوا بالريهاب 6 أسابيع أو 8 أسابيع, بياخدوا IV antibiotics مع إنه ما بيلزموا لا physical therapy ولا شيء أبدا, بس إنه قاعدين ياخدوا IV antibiotics. والسبب إنه ما بتقدر تبعتهم لحالهم على البيت مع IV line. فهدول المرضى IV drug abuse راح تشوفوهم, وخصوصا إذا يعني بمناطق مناطق مدن كبيرة, فراح تشوفوا هذا الشيء كتير. بتكون تنتبهوا على هذا الموضوع. فهي المريضة مثلا انه ما بتحتاج الا لIV antibiotics, ما بيلزم اي شيء تاني, واذا عندها insurance منيح ممكن هي تروح على rehab اذا ما عندها family support. اذا هي عندها family support بتروح على home with home health. ممتاز جدا, شكرا جزيلا لك جهاد, الله يعطيك العافية. طيب اخر حالة, last case. مين حابب؟ هي آخر حالة وبعدين بنخلص. ماني شايف حدا رفع ايده, ليش؟ كمان بدي اختار. شفت حازم رفعت ايدك, بس يعني حابب انه حدا تاني انه يشاركنا. طيب من الأسماء اللي ما شاركوا, حسام الحسون. حسام ألو, مرحبا حسام. طيب حسام انت معنا؟ طيب حسام. طيب لينا او عفوا ليان, شيما وردي, مرحبا. كمان ما في رد, هيك عم بتخجلوني هيك, بيصير؟ طيب
ينضل كمان. طيب مها مرحبا مها تفضلي. Can you hear me? Yeah. مرحبا كيفك؟ أهلا وسهلا. So he's a 75-year-old gentleman who suffers from end-stage CHF with EF of 10% and multiple comorbidities. This is his fourth hospitalization and last for CHF exacerbation. So he's not a candidate for any prevention, so he's on optimal. عفوا ما عم نسمعك. الو ما عم نسمع شيء ابدا. عفوا ما عم نسمعك. شو رايك بالحاله؟ ما عم نسمع شيء. مها انت معنا؟ الو 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 ايه هلا عم بسمعك منيح. اوكي سو دو اي ريبيت ذا كيس برجع لها لا ما بيلزم. واتس ذا نيكست ستيب ان تريتمنت؟ لايك هي نيدز سو والله للأسف ما عم نسمع شيء أبدا. Yeah, I'm sorry. طيب ممكن تكتبي لنا شو جوابك أو إنه شو بتحسي إنه لازم نعمل المريض. ممكن تكتبي لنا يعني إنه ال discharge plan تبعك لو سمحتي. أنتوا كمان فكروا فيها. وشو رأيكم تكتبوا تبعتوا كلياتكم الإجابة تبعكم هلا على questions. كل واحد يبعت إجابته إنه شو هي ال best discharge plan لهذا المريض. هاي طبعا آخر كيس وبكون خلصنا. تمام بلشت تمام. فمها عم بتقول انه he's having multiple comorbidities with little improvement at the hospital. He needs continuous care with PTOT. هذا ممكن. طبعا التحليل الحالي بشكل رئيسي إنه هذا المريض عنده end stage CHF، عنده 10% ejection fraction، عنده المريض 4 hospitalizations خلال شهرين. المريض حطيناه على optimal medical therapy ولساته عنده chronic chest pain ولساته عنده loss of appetite وفتيغ. يعني المريض لساته he's not improving at all. So the next step in this in the management. عم بشوف الأجوبة. يعني شخص واحد ذكر إنه we should consider palliative care and hospice care for this patient. هذا المريض يعني the best option صراحة لازم تقولوا له إنه يعني ejection fraction تبعك 10%, you are not improving, you still have symptoms, and there are no other options يعني left. هلا إذا في مثلا إمكانية heart transplant أو LVAD هلا أوكي ما في مشكلة, بس المريض عنده multiple comorbidities so I'm not sure if the person qualifies. فصراحة لازم يكون في discussion للpalliative care والhospice care لهذا المريض. وهذا هو الأفضل شيء لإله. إذا المريض اختار إنه لا ما بدي hospice care وما بدي palliative care,
فللأسف يعني هذا المريض بده يضل قاعد بالمشفى طالما إنه لسه عنده chest pain ولساته ما له يعني is not improving. كمان لازم تشوفوا يعني المريض إنه يعني the patient's wishes, يعني نحنا we can't enforce our decisions on them. فاللي بيصير إنه بتكون تحكوا مع العيلة وبتحكوا مع المريض مرة تانية وبتشرحوا له الوضع, وإذا العيلة حابين إنه ياخدوه على البيت ويهتموا فيه that's good. إذا العيلة ما بدهم يهتموا فيه بالبيت بيقولوا بدنا ناخده على nursing home, كمان ممكن nursing home. بس ال optimal plan for him صراحة it should be palliative care and hospice care. ممتاز. أنا حاليا خلصت هاي all the cases. هلأ بنفتح المجال للنقاش والأسئلة. عم بحاول أقرأ ال في حازم عندك سؤال على الكيس 7. تفضل حازم, شو السؤالك؟ الكيس 7 اذا في بعد اذنك خلينا نرجع على الكيس. اي بالضبط. We said لو البيشنت كان ما في عندهم سبورت فالعلاج تبعهم ريهاب. اللي انا بس I'm just thinking aloud. البيشنت هاي الريهاب ما اعرف انا فكرتي عنه الريهاب هو للبيشنتس اللي هم محتاجين اكثر شيء فيزيكال ثيرابي او تو جيت باك تو لايف. ف thinking about هل مثلا السكيلد نيرسينج فاسيلتي كود بي ان اذر اوبشن فور ذس بيشنت لو هن ما عندهم سبورت. يا هو اللي بيصير انه حسب الافيلابيلتي بالمنطقه اللي انت عايش فيها, لانه اللي بيصير انه في بعض يعني لنفرض انا اشتغلت تقريبا ب على الأقل 4-5 ولايات تقريبا, فكل مكان بيختلف عن المكان الثاني. في بعض الأماكن ما عندهم ريهاب, بيسموها skilled nursing facility, ما بيسموه ريهاب أبدا, هو عبارة عن فقط skilled nursing facility. في بعض الأماكن ما عندهم skilled nursing, ما عندهم إلا ريهاب فقط. فحسب المنطقة اللي أنت عايش فيها بتشوف إنه شو هي المتوفر وشو اللي بخرجه, يعني بيمشي حال المريض إنه يقدر يروح عليه, وكمان حسب الافيلابيلتي للمريض. يعني مثلا المريض عايش بمنطقه بيقول لك والله انا المنطقه اللي انا عايش فيها فرضا فيها سكيل نيرسينج فاسيليتي ما فيها ريهاب, ممكن نروح عليها. بيقول لك اوكي المنطقه اللي انت بدك اياها وسكيل نيرسينج فاسيليتي اتس ا جود اوبشن. كمان لانه كمان سكيل نيرسينج فاسيليتي اتس ا شورت تيرم وما بيحتاج, واذا ما بيحتاجوا للفيزيكال ثيرابي ممكن ياخذوا اي في انتيبايوتكس. بس إذا المنطقة اللي موجود فيها المريض ما في skilled nursing facility فبنضطر إنه نبعته على ريهاب المريض وبيحصل على, طبعا إذا ما بيلزمه physical therapy ما إنه والله غصب عنه يعمل physical therapy وكذا يعني, بس لا بيحصل بس على antibiotics. أوكي في سؤال تاني بس بعد إذنك في وقت. تفضل. أكيد. لما كنا عم نحكي عن social work and case manager نحن هلا نحن عم نقول انه as an intern نحن كمان وظيفتنا نحن نكون transition of care للpatient. بس اذا في حدا عم يعمل كل الassessment هذا نحن مفروض نعمل كمان full assessment ourselves ولا should we leave this للcase manager يعني شلون الprocess بتصير؟ تمام. اللي بيصير هو بشكل التالي انه المريض اول ما بيجيك هو لازم من اول يوم بيدخل المريض على المشفى لازم فورا يكون في شيء اسمه disposition plan. فلما بتعمل انت assessment and plan للمريض ممكن تقول والله المريض problem number one acute heart failure, number two acute kidney injury, and then number three, number four, and then at the end you have to mention the disposition plan. يعني your attending will ask you what is the disposition plan for the patient. فإن دي you have to present to the attending and والله the patient he's still not improving, the patient is still short of breath, is still not hemodynamically stable, so I don't think that he's going anywhere. فبيقول لك ممتاز. اليوم اللي بعده مثلا لا the patient والله he's eating well, he's ambulating, his shortness of breath is gone, and now we are in the process of discharging him. And I think هو الفكرة إنه أنت اللي بتحدد هذا الموضوع. هلا ال case manager she's gonna do the assessment, بس في شغلة تانية إنه هي she's a nurse, she's not a doctor. فهي ما بتعرف من الناحية الطبية إنه أفضل شيء وين المريض بيروح.
هي ممكن تقيم مثلا الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية هيك بشكل بسيط. فهي she's gonna support your decision, but she's not gonna make the decision for you. So you are the one who's gonna make the decision that if the patient will need will definitely need rehab or definitely needs a nursing home. هلا مثلا الphysical therapy بيساعدوك، مثلا physical therapy بيقولوا لك والله the patient needs inpatient rehab، فخلص بيكونوا يعني قالوا لك النتيجة مباشرة patient needs inpatient rehab. بس إذا المريض إذا physical therapy قالوا لك لا the patient يعني doesn't need inpatient rehab، ممكن يروح على البيت أو home health أو كذا. الشغلات الثانية you have to determine if the patient will need to go home ولا nursing home ولا hospice. هدول الشغلات أنت اللي بتقيمهم من الناحية الطبية. أوكي يعطيكم ألف عافية يا رب، تسلموا. الله يعافيك، أهلا وسهلا. هتلي شوف إذا في حدا تاني عنده أسئلة. تمام. في سؤال عم بيقول do we have to follow the same discharge steps even if it was requested by patient and against medical advice. ممكن تشرحي لنا سؤالك شوي اكثر، يعني شو قصدك هبه بالموضوع؟ قصدي اذا حاله المريض لسه غير مستقره يعني والتيم ما قرر يخرج المريض بس المريض بده يطلع من المستشفى، فنحن نفس الشيء من الكيس مانجر بتشوف المريض والسوشيال وركر ونحن بنعطيه نفس الفول اب ابوينتمنت كله نفس الشيء ولا تماما؟ سؤال كثير كثير مهم. هذا نوع من الانواع اللي انا ما حكيت عنه اللي هو اسمه against medical advice. اللي بيصير هو بشكل التالي، انه احيانا نحن عم بنعالج المريض وعم نعمل كل شيء بشكل جيد، ولكن المريض بعد يومين ثلاثه بيقول انا والله بدي اروح على البيت. طيب ما بيصير، يعني انت لازم تضل بالمشفى، يعني you have to stay in the hospital for another 2-3 days. فممكن بيقول المريض لا انا بدي اروح على البيت، فهو يعني the hospital is not a prison. The hospital is a facility that can help people. فهو المريض بيقدر يروح انت ما بده، بس the patient has to sign against medical advice اللي هي مثل الفورم بيتعبى والمريض بيوقع عليه انه هو بيخلي مسؤولية المشفى والطبيب انه اذا مات او اذا صار معه اي مشكلة. هلأ ممكن المريض بيعمل شغلة تانية انه يهرب من المشفى من دون ما يقول لأي حدا، فهذا بيسموه looped يعني هرب، يعني من دون ما حدا يعرف، فهذا مشكله. you have to call security، لانه هذا اذا لساته عنده اي في لاين وهرب مع الاي في لاين ف you have to call security. يعني فهذا موضوع النيرسز هن اللي بيهتموا فيه. مريض مثلا بده يروح against medical advice مثلا، فاذا المريض يعني بده يروح against medical advice بس كمان المريض بيحتاج لادويه، فانا بالعاده بعطيهم prescriptions وبس، ما بعمل لهم يعني follow up وما بعمل لهم اي شيء ثاني، لانه بس على الاقل بعطيهم prescriptions للادويه اللي بدهم ياخذوها، واغلب الاحيان يعني راح يكبوها، يعني ما راح اصلا ياخذوا هي الادويه، بس يعني you have to do what you have to do، يعني you have to help them as much as possible. الحاله الاخرى مثلا لنفرض انه المريض بيحتاج لريهاب inpatient rehab ولازم انه يكون ضمن يقعد بريهاب، ولكن المريض بيرفض بيقول والله انا ما بدي اروح على ريهاب بدي اروح على البيت، بس انت ما راح تتحسن اذا رحت على البيت، لازم تروح على ريهاب، ما بدي انا بدي اروح على البيت، وهيك بيعند يعني انه بتسكر معه انه بده المريض يروح على البيت، فخلاص you have to discharge the patient home، وبتعملي discharge نظامي للمريض، وبتعملي discharge plan يروح على البيت، وبتكتبي يعني you have to document انه the patient refused to go to inpatient rehab and in spite of talking to the patient and his family the patient insisted to be discharged to home. فبهالحالة إذا رجع المريض وعمل له readmission أنت يعني you are not liable، أنه والله أو إذا صار عليه شيء المريض ما مالك liable، لأنه أنت you provided advice to the patient. بجاوب هذا سؤالك؟ yeah. أهلا وسهلا. سؤال تاني، patient in case 8
If he has no chest pain or acute symptoms, still goes to palliative care or hospice. It's always good to consult palliative care in those cases. مو ضروري يروح لهospice right away. ممكن أنت دائماً أي مريض عنده end stage أو terminal disease ممكن تطلب له palliative care to start with. والpalliative care بيحكوا مع المريض إنه والله what are the goals of therapy وشو ممكن نحن نعمل للمريض لحتى نساعده ونحسن the quality of life تبعه. فممكن دائماً نحن نطلب palliative care مو لأنه هو ممكن يحتاج لhospice ولكن ممكن كبريدج لبين ما إنه إذا اقتنع المريض بالأخير إنه يروح لهاسبس ممكن يروح لهاسبس ولكن palliative care is always a good option. Just a comment, if we decide giving IV antibiotics in home by patient or family member, I think we should arrange to remove PICC line by the nurse. تماما لازم إنه اللي بيصير إنه لما الواحد بيطلب IV antibiotics بالبيت اللي بيصير إنه السيرفيس اللي راح تقدم هاي الخدمة راح تبعت الفيزيتنج نيرس على البيت وهي النيرس اللي راح تيجي على البيت هي اللي راح تشيل الاي في لاين بعد ما يخلص الانتيبايوتكس. كمان بدي اضيف خيار اخر انتبهوا عليه. مريض مثلا انا اجاني المريض هيز ميديكلي ستيبل وبيحتاج لاي في انتيبايوتكس لاربع خمس ايام كمان. فنحن قررنا انه والله هذا المريض حالته الصحيه كثير ممتازه خلينا نبعته على البيت على اي في انتيبايوتكس. بعدين فكرنا انه ليش لنحط بيك لاين لمده 4-5 ايام. المريض عايش 5 دقائق عن المشفى فنحن قلنا له للمريض انه الانتيبايوتك تبعك هو مره واحده باليوم بتقدر تيجي انت كل يوم بتاخذ الانتيبايوتك تبعك لمده مثلا 20-30 دقيقه وبعدين بترجع على البيت. فقال ايه اوكي انا ما عندي مشكله. فممكن هذا خيار تاني مشان تتجنبوا تحطوا بيك لاين لأنه البيك لاين فيه له مخاطر انفكشن دي في تي. فيعني ما بدكم تدخلوا بهالمشاكل إذا ما بتزن. ففي بعض الحالات إذا المريض عايش مثلا جنب المشفى ممكن يجي على المشفى كل يوم بيروح على انفيوجن سنتر وعلى الأغلب بيكون امبولاتوري هذا يعني اوت بيشنت بيجي بياخد اي في انتيبايوتيك مرة واحدة باليوم بيخلص وبيرجع على البيت لمدة 4-5 أيام وبنعمل له peripheral line يعني إنه بيجي على الانفيوجن سنتر بيحطوا له peripheral line بياخد antibiotics وبيشيلوا له إياها وبيروح على البيت من دون اللاين ومن دون أي شيء. فهذا كمان خيار آخر لل IV antibiotics. في أي أسئلة تانية؟ لسه في عنا وقت لأنه محاضرة الدكتور طارق رح تكون على 12:30 إن شاء الله. فأنا ممكن انتظر دقيقتين أو ثلاثة أو إذا في عندكم أي أسئلة ممكن نحكي فيها. وإذا ما في أي أسئلة تانية ممكن ننتظر لحتى تبدأ محاضرة دكتور طارق على 12:30 فبيكون عندكم بريك. تمام. واحد من الأسئلة هو موضوع عن الإثيكس كوميتي. نحن صراحة لازم يكون في محاضرة على هذا الموضوع موضوع الإثيكس والبروفيشناليزم. نحن ممكن نحكي بهذا الموضوع شوي. موضوع الإثيكس كوميتي عادة نحن بنطلب هاي كونسولت لما بيكون في عنا مثل ما بقولوا معضلة أخلاقية أو في عنا مشكلة مشكلة إثيكال على الأغلب في معالجة المريض. فهدول المرضى اللي بيكون المعالجة تبعهم مانو ستريت فورورد وبيكون الديسيجن كتير صعب. هو لما بيكون المريض مثلا يعني ما في عندنا نحن كرايتيريا انه امتى لازم الواحد يطلب ايثكس كونسلت. الايثكس كونسلت بتكون لما بيكون في عندنا دايليما انه لنفرض مريض ما عنده مثلا لا اهل ولا عنده اصدقاء ولا عنده اي نيكست اوف كين تو ميك ا ديسيجن فور ذس بيرسون. فبدنا حدا يعمل ديسيجن لهذا المريض.
فبندخل بديليما ethical dilemma. أو إنه مثلا لنفرض إنه المريض is futile وgoing يعني patient has a terminal illness وراح يموت يعني خلال أيام, ولكن الفاميلي they insist إنه والله we want him to be started on chemotherapy. طيب المريض is futile يعني patient is dying in 2 days in 3 days مثلا. هيك حالات يعني, أو مثلا المريض لنفرض مريض is brain dead مثلا. Marid is brain dead, confirmed by 5 physicians that the patient is brain dead. The family insists they want to keep the patient on the ventilator. في بعض الولايات, you can't enforce them to remove the ventilator. أنت بتقول له للأهل إنه والله المريض على الventilator هلا, ولكن هو خلاص brain dead. We have to remove the ventilator. ببعض الولايات أو كثير من الولايات you can't enforce the family to remove the ventilator. أو مثلا the patient is in a vegetative state, ما هو brain dead ولكن vegetative state, والfamily they just want to keep the patient forever, يعني for whatever reason they have they just want to keep the patient in the hospital on the ventilator, والpatient is vegetative, يعني there is no hope from this patient. فهون ممكن تطلب ethics consult. بعض الولايات اللي بيصير مثلا تكساس مثلا, انا هي سمعت عنه انه بتكساس انه ما اذا المريض brain dead they will remove the ventilator regardless of the patient family decision. انه اذا الفاميلي they want to keep it or they don't want to keep it, in Texas they will remove it anyway. فحسب الولاية اللي انتوا فيها بدكم تعرفوا شو هي القوانين تبعها, وهذا الموضوع يعني ما بيحدده الانترن او الريزيدنت. على الاغلب الإثيكس كونسولت بتكون من الاتندنج, بيكون هو القادر على يطلب هاي الكونسولت.